الشاهد المقصود أن مسألة المسائل الاقتصادية ومسائل البيع والشراء وحتى المسائل الحادثة هذه الجديدة ترى في لله فيها أحكام، ونبغى نعرف يجوز ما يجوز، فلا بد نرجع ونستفتي. نابع هذا من إيش؟ من إيش نابع؟ نابع من قضية أنه من أسماء الله الحكم، من العقيدة أن له الحكم، إن الحكم إلا لله. فإذا استفتاء المسلم في الحل والإباحة في الأشياء منبع عقدي، ما هو فقهي، منبع عقدي أصلا، أنه أنا لأني أعتقد أن الله يحكم وله الحكم والحق له تعالى في الحكم والتحليل والتحريم له، وأن أولئك اليهود والنصارى كفروا من أسباب كفرهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله لأنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم فكفروا بذلك.